بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات جي اف اكس اكاديمي دوت نت. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على جزء جديد من اجزاء ورشة عمل جزء من فيلم افاتار. كلامنا النهاردة ان شاء الله هيبقى على ازاي ان احنا نعمل التيكتشر بتاع التروبر اللي قدامنا او بتاعة الطيارة اللي قدامنا. طبعا احنا هنعمله جوه البودي بند، هنعمله جوه البودي بند في السينما 4D. طبعا اللي قدامنا ده الانترفيس بتاع برنامج سينما 4D. عشان توصل للبودي بند بتروح على الديفولت لاي اوت واضغط عليه واقول له في عندي بودي بند يو في اديت وعندي 3D بند. احنا غالبا هنشتغل 3D بند لكن انا برتاح قوي في اليو في اديت. هضغط على بودي بند يو في اديت. كده كده انا عايز خامة البادي دي انا مش عايزها، تمام، ولا انا عايز كمان اليو في دبليو تاج. طيب ليه انا شلت دول؟ اولا انا جايب ده من جوجل سكتش. انا واحد من الناس، انا بجهل جوجل سكتش بيعمل اليو في بتاع المجسمات ازاي. هل هو متوافق مع سينما؟ هل مش متوافق مع سينما؟ الله اعلم. فكده ولا كده، حتى لو انا جايب الحاجه من ماكس او جايب الحاجه من مايا او جايب او مطلع او عامل اكسبورت للحاجه من اي برنامج تاني، برضو ببقى مش متاكد هل اليو في سليم، هل مش سليم، هل لو اشتغلت عليها هيدي النتيجه اللي انا عايزها، هل لا، مش عارف. هو الموضوع ده يعني اعتقد، انا مش عارف المعلومه مؤكده ولا لا، بس اعتقد ده نتيجة لاجتهادي الشخصي ان السبب بيرجع لاختلاف المحاور بين البرامج وبعضها. يعني في ماكس مثلا عندنا الزد فوق، في سينما 4D عندنا الزد في العمق. ده على سبيل المثال. فانا احتياطي عشان ما ادخلش نفسي في متاهة والاقي عيوب وبعد كده ارجع اقول او اعيد من الاول، لان لو انت طبعا لقيت عيوب يا اما هتعمل فليب ونقعد بقى نعمل فليب يمين وشمال وفوق وتحت، يا اما نقعد نعيد من الاول. ف تفاديا لكل الكلام ده انا بخلي السينما هو اللي يعمل اليو في بتاع كل الاوبشنز. طبعا انت ممكن تعمل لكل اوبجكت يو في على حده، وممكن تعمل للموديل كله يو في. على فكره الثانيه مفيده قوي. على سبيل المثال مثلا الطياره دي كل الحتت بتاعها نفس اللون، يعني المفترض ان البادي لون والجناح لون ونفس اللون هنا، يعني نفس اللون في كله. اعتقد اللي هيختلف بس الانجنز اللي فوق، اللي هي المحركات اللي فوق، والانجنز او المحركات اللي موجوده تحت، دي اللي اعتقد ان لونها هيختلف. لكن فيما عدا ذلك كله واخد نفس اللون، كله واخد نفس اللون. فالطريقه دي مفيده، وعلى فكره للناس اللي بتشتغل كاركتر في سينما 4D الطريقه دي مفيده جدا ليهم، لان طبعا الكاركتر كله بياخد لون واحد، وبعد كده بتبدا بقى تشتغل على كل حته لوحدها، انك انت بتكمل بتزود كلر كمان مش عارف ايه الكلام ده كله، لكن البيس كلر عندك واحد، نفس الموضوع بتاعنا هنا. طبعا مبدئيا انا عايز احدد الاول ايه هي الاوبجكتس اللي هفصلها، او ايه هي الاوبجكتس اللي هتاخد كلر تاني، وايه هي الاوبجكتس اللي هتاخد نفس اللون. عندي الاوبجكت اللي هياخد نفس او كلر تاني الاول، هنروح للماشين جان اللي هو الاولاني. ادي كده معانا واحد، واعتقد الماشين جان اتنين للناحيه التانيه دول كده هياخدوا لون واحد، دولت هياخدوا لون واحد. ممكن نعمل الت جي بحيث ناخدهم كلهم ونسمي دي ماشين جانز بالشكل ده كده. عندي مين تاني؟ عندي الانجن ده وعندي الانجن ده، دول برضو هياخدوا لون تاني. طب هاجي هنا الاتنين مع بعض الت جي واسمي ده انجن. في حاجه مهمه قوي اني اتاكد عشان ما نوجعش دماغنا بعد كده، ان الاكسس في السنتر للاتنين. هروح ليه؟ طبعا هنا لو خدنا بالنا هنا المنيو بتاع البادي بند. طبعا انا عايز اجيب المنيو بتاع السينما عشان اجيب استراكتشر. روح هنا اضغط شمال وقول له سينما 4D منيو، روح للستراكتشر قول له اكسس سنتر اكسس 2، احنا كده ظبطناها في السنتر. نرجع تاني علشان نجيب البادي بند
منيو، لان انا هنا في قائمه فلتر انا هحتاجها مشابهه قوي للي موجوده في فوتوشوب. هاجي للنال ده واسميه upper engine اللي هو المحرك العلوي. عندي بعد كده ايه تاني اللي احنا قلنا هياخد لون لوحده؟ عندنا الكامبوس او الغطاء بتاع الكابينه. عندي بعد كده تحت خالص اللي هو البوتوم انجن. اذا انا دول هستثنيهم من والفرامل اللي فوق. يبقى انا كده عندي دي واحده وادي الثانيه، تمام. وناخد الاثنين مع بعض الت جي، تعالى بقى كده عشان انت ماشي الت جي، و هم في النص ولا مش في النص؟ في النص، تمام. انا بس عايز اشوف الاكسس بوينت في النص ولا، ونسمي دي بريكس بالمنظر ده. كده يبقى احنا فصلنا ايه اللي احنا هنشتغل بيه، ايه اللي احنا مش هنشتغل بيه. دي هنسميها تروبر، وبحب قوي لما باجي اشتغل خاصه في البودي بينت ان انا اخلي 0 0 0، تمام، بحيث ان انا ابقى في الزيرو بوينت. ده بالنسبه للتروبر. طيب انا دلوقتي بقى عايز اعمل جينريت لكل اليو فيز دي. خلاص، طبعا انا قلت انا هستثني حاجه، جميل. هروح لاول حاجه عندي، هاجي للبينت سيت اب ويزرد. دي عباره عن ويزرد بتسهل عليك جدا عمليه الجنريشن لليو في دبليو تاجز للاوبجكتس بتاعتك. مجرد ان انا اضغط عليها طبعا هيجيب لي التروبر. انا مش عايز الماشين جان، طبعا قفل ده، ومش عايز كمان يعمل لي جنريت للبريكس، ومش عايز للابر انجن. على ما اعتقد كنا احنا سيبنا حاجه في السكه كده اللي هي الكامبوس اللي هو الكابينه. يبقى احنا كده معانا، نراجع تاني، معانا الكامبوس، ومعانا الابر انجن، معانا البريكس، معانا الماشين جانز، لسه البوتوم انجن اهو. البوتوم انجن كده هو هيعمل جنريت لكل الايه اللي احنا معلمين عليهم علامه صح. هو خلي بالك 16 خامه بالمناسبه، ممكن الجهاز يهنج في حاجه زي دي، احتياطي. اقفل، اعمل كنترول اس، وهقول لك حاله ممكن الدنيا تقف منك ليه. اسف، ارجع تاني للجنريشن ويزرد. هرجع اقفل الماشين جانز، وارجع اقفل البوتوم انجن، وكويس ان احنا حطيناهم في نل عشان ما نقعدش ندور عليهم. والابر انجن فاضل اخر واحد اللي هو الكامبوس، اقفل الكامبوس كده، يبقى انا كده قفلت الدنيا كلها. بعد كده اضغط نيكست. طبعا هنا هقول له ريكالكوليت يو فيز. انا قلت من شويه ان انا مش عارف اليو فيز بتاعتي هتيجي عامله ازاي. طبعا هقول له سنجل ماتيريال مود، بحيث ان هو يعمل لي كلر ماتيريال لكله، تبقى كلر واحده، بحيث ان انا لو حبيت اعمل بينتنج على الماتيريال دي فيعمل لي بينت على كل الاجزاء اللي واخده الماتيريال دي. هعمل بعد كده نيكست، هي دي اللي كنت بتكلم فيها. انا المفترض ان انا دلوقتي عاوز ان انا اطلع الكلر شانل، طبعا كل دي اللي موجوده في الماتيريال اديتور، وخلوا بالكم ان احنا هنشتغل عليها بس لما نيجي نشتغل في عمليه البينتنج ذات نفسها. احنا دلوقتي بنعمل سيت اب لليو فيز. هختار الكلر دلوقتي خلاص، وهختار لها مثلا وليكن اللون الاساسي. على فكره مش شرط الخطوه دي، لو انت عايز تعدي بنفس اللون مفيش مشكله، كده كده هنعدلها. فانا عايز مثلا اختار باللون الاساسي للمركبه اللي انا عايزها. اعتقد احنا هاخد قرب اللون الاخضر، وودي ده يعني كده شويه كده مثلا. ده اللون الاساسي بتاعنا. عندي بعد كده الويدث والهاي. بالمناسبه بقى الحته دي مهمه شويه. دلوقتي انت لما تيجي تعمل رندر، هتعمل رندر كام في كام؟ هتعمل رندر 1280 في 720. 1280 في 720. الناس اللي هتشتغل على الفول اتش دي او هنشتغل على ال 180 بي او ال 180 اي هيشتغل على كام؟ 1920 في 1080. لازم الخامه بتاعتك تكون على قد الارتفاع بتاع الرندر، بمعنى
ان انت ما تجي انت تشتغل على 1080، ده لو انت اشتغلت، احنا هنا هنطلع 1280 في 720، فحاول تخلي الخامه بتاعتك اكبر من الارتفاع بحيث ان تدي ريزوليوشن كويس، ما يحصلهاش عمليه ستريتشنج. طب جميل قوي، لو انا قلت الماكسيمم 1024 والمينيمم 10 مش هتبقى كويس. انا هنا هشتغل على 720، اذا 1024 كويسه جدا، وهنا هقول له 1024 نفس الموضوع. طبعا على فكره زياده الرقم ده بيدي ديتيلز عاليه قوي في الفيو بورت، علشان كده وفي نفس الوقت هو ده اللي ممكن يعمل لك هانجنج للسينما 4D او يقول لك ستوب ريسبوندنج. طبعا هعمل لو عملت فينش هيبدا يعمل عمليه الكالكيوليشن، هعمل فينش هيبدا يعمل عمليه الكالكيوليشنز. يفضل انك ما تضغطش بالماوس على اي حاجه دلوقتي لغايه ما عمليه الكالكيوليشن تخلص. طبعا دي الطريقه الاوتوماتيك، لكن في طريقه تانية اللي هي الطريقه اليدوي يعني هنعملها دلوقتي. انا ممكن طبعا اكمل، يعني ممكن اكمل الاجزاء اللي انا ما عملتهاش، ممكن اعملها بنفس الويزرد، لكن اللي انا عايز اوريه لك ازاي تشتغل بالطريقه الاوتوماتيك وازاي انك انت تشتغل بالطريقه اليدويه. طبعا كونك انك تعرف الطريقتين ده شيء كويس. واحد يقول لي طب ما انا الاوتوماتيك هتعلمني وخلاص واخلص منها مفيش اي مشاكل، اقول لك ماشي والله ده رايك انت، لكن انا دوري انا بقول لك ده واقول لك ده، وانت بالاختيار انك انت تختار اما انك تشتغل بالاوتوماتيك على طول او اما انك تشتغل باليدوي على طول. انا واحد من الناس بشتغل باليدوي 90%، لكن لو انا هعمل حاجه زي اللي انا بعملها دي ومحتاج ان انا عندي كذا اوبجكت هيبقوا بلون واحد، طب انا ليه هعذب نفسي واروح ان انا اعمل دوبليكيت للماتيريال او اعمل دوبليكيت لليوفيز علشان ياخد نفس اللون؟ طب ما انا اعمل كله على خامه واحده بحيث ان انا اقدر اعمل بينتنج على الخامه كلها او على مجموعه الخامات دي في مره واحده. بالمناسبه الميزه في الحكايه دي انك انت هتلاقي كل اليوفيز بتاعه الاوبجكت ده موجوده عندك هنا، اذا انا ممكن اعمل بينت فيرسم لون واحد على اكتر من خامه مره واحده. طبعا واحد يقول لي طب ما ينفعش افصل، لا ينفع تفصل كل حاجه، بس انت تلاقيهم موجودين قدامك هنا في حته واحده، احسن ما تقعد ترسم على خامه وتنقل على الثانيه وعلى الثالثه وعلى الرابعه وهكذا. حتى الخامه دي هو سماها مات واحد، هتلاقي مات واحد دي موجوده على كل. طبعا واحد يقول لي طب هل معنى كده ان انا ما اقدرش ان انا اعمل كذا كلر على اي خام منهم؟ تقدر طبعا، لان انت عندك بعد كده في نظام اللي هو اللايرز زي فوتوشوب بالظبط. بالمناسبه اعتبر نفسك وانت جوه البادي بينت كانك بالظبط جوه حته من فوتوشوب، هتلاقي براشز، هتلاقي البريسيتس، هتلاقي الفري ترانسفورميشن تول، هتلاقي الروبر او الاستيكا، هتلاقي او الممحاه للناس اللي بتتكلم لغه عربيه فصحى، معلش كلمه استيكا دي طلعت مني غصب عني، هتلاقي الكلونر تول، هتلاقي الدوج تول، هتلاقي البلر تول، هتلاقي تقريبا نص التول بار اللي في فوتوشوب هتلاقيه موجود عندك في السينما. فرض طبعا العمليه طولت، انا مختار 1024 في 1024 لكل اوبجكت، هعمل بوز للفيديو وارجع لكم بعد ما يخلص عمليه الجنريشن لليو في دبليو تاكس. كده انتهى البرنامج من اليو في جنريت، هنعمل كلوز. وزي ما احنا بقى شايفين دلوقتي ادي كل ادي خامه واحده، هي نفس الخامه اللي هي مات واحد، لو خدنا بالنا اسمها ما اتغيرش. طيب ايه اللي انا هستفيده لو انا قلت فيو، او اسف لو انا قلت يو في وقلت له شو يو في؟ مش زي ما احنا شايفين كده، لو ضغطت هلاقي التقسيمه بتاعت الموديل بتاعي. طبعا انا لو ضغطت كده هلاقي دي، طبعا طبعا كل الكلام ده مش هينفع وهيتظبط بعدين، ده كده وهلاقي مثلا دوت وهلاقي ده وهكذا. طبعا ده مالناش دعوه بيه، انا بتكلم على ده بالمنظر ده كده. طيب كده احنا عملنا الكالر الاولاني بتاع او البيزك كالر بتاع الموديل بتاعي، هاجي بعد كده امسك بقى كل واحد واعمل عليه يو في ايديتنج، تمام، او اعمل عليه المابنج بتاع اليو في. على اول واحد تعالوا نمسك الاولاني
في حاجات مش هنبص لها خالص، انا يهمني البودي بتاعي اللي هو ده خلاص. ده طبعا كده ما ينفعش، المنظر ده كده الله اعلم ده ايه. فلو انا رحت ل البروجيكشن تمام، بس خلي بالك طول ما انت عامل الموديل سيلكشن استحاله يفتح لك دول، لازم ابقى على اليو في بوليجون اديتنج تول بالمنظر ده كده. طبعا ما حدش هنا شايف حاجه، بس لو احنا رحنا عملنا سيلكت هتشوف كل الكلام ده. طبعا كل واحده من دول بفيس من ده، لكن احنا مش هنشتغل بالطريقه دي. طبعا ممكن تجرب هنا، ممكن تجرب شويه حاجات، يعني ممكن كيوبيك، ممكن سفير، ممكن سلندريكال، يعني كل الكلام ده. عباره طبعا فرونتال هيديك نفس الوضع، فلات، شرينك، طبعا كل الكلام ده عباره عن توزيع للفيسز بتاعه الموديل. لكن انا ما بحبش اشتغل بصراحه بالطريقه دي، بحب اشتغل بطريقه حلوه جدا تمام، اللي هي الانتر اكتيف مابنج. طريقه كويسه جدا وبتديني شكل او بتديني دقه كويسه في عمليه التيكت شرينك. هروح للانتر اكتيف مابنج، هروح هاجي هنا طبعا اتاكد بقى واظبط الدنيا ان انا في التوب، يستحسن تبقى في التوب بالمنظر. طبعا اعمل سيلكت على الخامه بتاعتي واقول له ستارت انتر اكتيف مابنج، هعمل كنترول اس بس الاول تمام، سيف تيكتشرز، هقول له ماشي، هقول له ستارت انتر اكتيف مابنج. مجرد ما بتضغط ستارت انتر اكتيف مابنج خلاص بيدي لك هنا جزمه. على فكره الجزمه ده او الشكل الشكل التخيلي ده هو دلوقتي انت شايفه من فوق، فانا هروح اعمل روتيت بالمنظر ده كده، هلاقيه بيتقلب معايا. طبعا امسك شيفت علشان انا عايز اوصل ل 90 درجه بالمنظر ده. طبعا لو احنا خدنا بالنا كده اليو فيز مقلوبه، يعني بالمنظر ده كده اليو فيز مقلوبه. طبعا ده الوش بتاع التروبر بتاعي وده الظهر بتاعه. طبعا انا كنت ممكن اعمل يعني اعكس الدوران لكن عادي ملحوقه. لو انا ضغطت هنا وعملت روتيت بالمنظر ده ل 180 درجه، مش عايز يثبت ليه، 180 درجه سالب 180 درجه. طبعا انا عايز يعني اخليه كله يملى المساحه دي، هروح للسكيل تول وهكبر او اصغر المسافات بين المربعات وبعضها بالشكل دوت كده. بالمناسبه لو انت عايز تحرك كل البوليجونز دي تدخلها جوه الاريا بتاعتك، لو ضغطت رقم 4 وضغطت بالماوس هحرك، لو ضغطت رقم 5 وضغطت بالماوس هعمل سكيل، رقم 6 يعمل روتيشن. طبعا طول ما انت لسه على الانتر اكتيف مابنج مش هتعرف تعمل الكلام ده. طب انا عايز اعمل الكلام ده وانا لسه على الانتر اكتيف مابنج، اشتغل بالجزم مالكش دعوه بالفيسز اللي موجوده هنا. هسلكت الخامه بتاعتي او التمبرري ماتيريال اللي عملها الانتر اكتيف مابنج، وممكن ان انا اخد بالموف تول وازقه تمام بالمنظر ده كده. طبعا كده هو خرج بره، لكن انا ماشي، خلينا ماشي بالمنظر بالشكل ده كده. كده يبقى كده كل الفيسز بتاعتي موجوده جوه الاوبجكت بتاعي. هاجي بعد ما جوه الاريا بتاعتي اسف، هاجي بعد ما بخلصها اقول له ستوب انتر اكتيف مابنج بالمنظر ده كده. طبعا مجرد ما انت عملت ستوب انتر اكتيف مابنج اقدر ان انا برقم 4 زي ما قلت لكم واضغط واسحب تمام، اقدر ان انا برقم 5 زي ما قلت لكم اعمل سكيل، اقدر ان انا برقم 6 اعمل روتيت. طبعا كل الكلام ده عادي جدا ما فيش فيه اي مشاكل خلاص. ده كده احنا خلصنا من الايديتنج بتاعه. طب تمام، نيجي بعد، خلي بالك انا هعمل اديت بس اللي يهمني، انما بقيه الاجزاء مش هنيجي يمتها. خلي بالك الجزء ده هيقابلنا فيه مشكله هنتكلم عليها حالا. هاجي بعد كده امسك مين؟ فاضل مين اللي انا عايز اعمل له؟ طبعا بوتوم وتوب اتعمل له. عايز امسك الجناحين دول. طب هاجي على الوينجز، ارجع للموديل وامسك الوينج دوت، اضغط عليه هنا زي ما احنا شايفين، واجي على شو يو في مش. طبعا كده انا قفلتهم، لكن لو ضغطت كده هجيبهم تاني. طبعا رص ما اعلم بالله ربنا. نفس الموضوع لو انت عايز ترجع، او مش لو، ان انت لازم ترجع للبوليجون اديت تول. عايز تجرب انت اي انظمه بروجيكشن مفيش اي مشكله، اعتقد الفرنتال ينفع
تمام. لو ضغطت على فرنتال هنا مره ثانيه طبعا شفته اتقلب. انا ما برتاحش للبريسيتس الجاهزه او الطرق دي، انا بحب دايما اشتغل انتر اكتف مابنج. مظبوط؟ لا مش مظبوط. المفترض ان ده يتقلب على على زد. طيب يتقلب على دي هنا، يعني كده دي المفروض تبقى الجناح ده خلاص. فانا هرجع اعمل كده واقوم جاي قلبه الناحيه الثانيه تمام، سالب 180 درجه بالمنظر دوت كده. طبعا عايز تعمل سكيلنج بحيث نكبره شويه، مفيش اي مشكله، بحيث برضو نبقى شايفين، نبقى شايفين كل حاجه. ستوب انتر اكتف مابنج، هعمل كنترول اي عشان اسلكت ده كله واخده احطه جوه الكانفاس بتاعي. ده بالنسبه للجناح الشمال. اجي بعد كده على الجناح اللي الناحيه الثانيه، اروح للموديل تول واضغط على الجناح الثاني، وطبعا خلاص بقى احنا عرفنا. اروح بعد كده الانتر اكتف مابنج، بس ارجع لليو في تول بالمنظر ده، هو مظبوط وزي الفل ما فيش فيه اي مشاكل. ستوب يا ريس انتر اكتف مابنج، اعمل كنترول اي، اضغط على رقم 4. خلي بالك رقم 4 من النمباد مش من الكيبورد. اضغط على رقم 4 واخد ده لجوه بالشكل ده كده. طبعا كده عملنا، يبقى كده احنا عملنا الجناح اليمين، عملنا الجناح الشمال. متهيألي كده والله اعلم ان احنا كده ادي كده نرجع للموديل كده، ادي واحد وكده ادي اثنين كده ادي ثلاثة. عندنا فاضل الانجن، عندنا فاضل الانجن اللي فوق تمام. انا اروح للسليكشن تول، عندنا ادي الابر انجن ده كده الجناح. طيب اسلكت الموديل، عندنا الاخ ده طبعا. ده واحد يقول لي طب هو ده ملوش يو في ليه؟ اقول لك لان اليو في بتاعه لسه اساسا ما اتعملش، عشان كده لما عملنا عليه سلكت ما ظهرش في الحته دي. ان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضره نتكلم على ازاي ان احنا نعمل اليو في بطريقه يدويه. سلام عليكم.